من النقاط اللي انا شايفها ايجابيه جدا محمود عبد المنعم كهربا. كهربا بيبذل مجهود كبير جدا في الملعب، ممكن ما يكونش فيه تركيز في اللمسه الاخيره، ولكن لو بصيت على مجمل مباريات البطوله من اول لقاء لغايه دلوقتي، كهربا هو هداف البطوله. كهربا هو هداف البطوله، احرز هدفين. كهربا اكتر لاعب اكتيف وظاهر بشكل كويس جدا بشكل مباشر وهو بيهاجم على حارس مرمى فريق سيمبا التنزاني. كهربا اكتر لاعب بينتقل في اماكن كتيره جوه الملعب وبيفضي مساحات، سواء لدخول بيرسيتاو او لدخول حسين الشحات، او حتى حسين الشحات كان بيطلع بيعمل ثرو بيدخل في القلب لكهربا او بيرسيتاو. كهربا اكتر واحد بيعرف يتعامل مع الكرات العرضيه اللي على الارض اللي بتيجي من الاطراف، وده ظهر في لقاء سيمبا وده ظهر في لقاء العوده امبارح. لقاء سيمبا لقاء الذهاب كان ليه دور في الهدف الثاني لما تعادلنا 2-2، وامبارح كان ليه دور في الهدف التعادل الايجابي 1-1 لما علي معلول عمل تمريره داخل منطقه الجزاء. انا شفت امبارح كهربا بصراحه من ابرز اللاعبين اللي جريت واجتهدت واشتغلت في المباراه بشكل كبير جدا. ماتش سان داونز اكيد ليه حسابات ثانيه،